السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة خزر سكول. إن شاء الله رمضانكم مبروك. اليوم باش نشوف الفيديو هذا ليزامين، ونخصه بالذكر ليزامين بريمير أليفاتيك، باش نعملو لها النومنكلاتور نتاعها ونفهموها مع بعضنا. واضح؟ اون سي كو لامين اي ان كومبوزي اورغانيك كي ديريف دو لامنياك. تعرفوا عن لامنياك اللي هو ان هاش 3، نجمو نكتبوه الطريقة هاي ان هاش 3. دونك نحن كي باش تحصلوا على ليزامين اش جي نعمله؟ ناخذ هيدروجين نعوضوه بجروبمون دايكيل، واضح؟ ولا ناخذ دوز اتوم دي هيدروجين من الامونياك نتاع اللي هو ان هاش 3 ونعوضوهم بجروبمون دايكيل، ولا ناخذ 3 اتوم دي هيدروجين ونعوضوهم معناتها بجروب مو دايكيل باش تحصلوا على ليزامين، واضح؟ كان خذينا اتوم واحد هيدروجين والاخرين خلي لهم ما بدلناهمش الهيدروجين الاخرين، عوضنا كان هذه تحصلوا على امين بريمير، وكان عوضنا دوز اتوم دي هيدروجين دو جروب مو دايكيل باش تحصلوا على امين سكوندير، وكان خذينا لي تروز اتوم دي هيدروجين عوضناه بتروا جروب مو دايكيل باش تحصلوا على امين تيرسيير. باهي يشبه ياسر لايكول، حتى النومنكلاتير نتاعو تشبه ليزايكول. باهي الفورميل جينيرال نتاع لامين تكتب تعرف هذه ان ار باهي هذه الفورميل جينيرال تلك ار بريم اي R second ينجم يكونوا دي زاتوم دي هيدروجين او جروب مو دالكيل، واضح؟ باه وقت اللي يبدو هذوما زوز دي زاتوم دي هيدروجين الار هذه راهي بالضرورة تكون معناتها ديفيرون دي زاتوم دي هيدروجين، ما يكون امين الا ما يبدو او مينيموم اتوم دي هيدروجين باش يبدلوه بجروب مو دايكيل، واضح؟ به قلنا في الحصة هذه باش نشوفوا انه مونكلاتير دانامين بريمير اللي هي الفورمين تاعو R NH2، واضح؟ هذا الجروب فونكسيونيل دانامين بريمير. النومنكلاتير نتاعنا كيفاش تو في لامين بريمير؟ باهي اش تقول لك الراجل؟ تقول لك الراجل اللي دون لامين لامين اليفاتيك بريمير ينومي اون اجوتون لو تيرمينيزون امين ولا كيما تحبوا تسموها لو سيفيكس امين او نو دو جروب كيليي على اتوم دازوت، واضح؟ نزيدو في الاخر ديما امين لو نو دو جروب هذا كيليي على اتوم دازوت، واضح؟ الجروب هذا يوفى بالاو ديما نحوك الاو هذيك ونعوضوها بامين، واضح؟ ديما نيميروتاسيون كيفاش ناخذوها نحنا نيميروتاسيون؟ ديما ناخذوها دو تال فاسون كو الكربون اللي لاصق في الاتوم دازوت ديما ياخذ النيميرو لي بلي بيتي، واضح؟ ما ننساوش زاد البوزيسيون تاع الان هاش دو هذي سي كلير كيما في الكول بالضبط. انا باش ناخذ ليزيكزومبل ونفهمو مع بعض. باه شوفوا ليكزومبل هذا الاول هذا. دونك اول حاجه باش نشوفو الجروب فونكسيونيل نتاعنا باش ما نضيعوش فيها، واضح؟ باه باش نشوفو الشين لي بلو لونغ، باه باش نعملوها نيميروتاسيون دو تيل سورت كو لو كربون كي لي على اتوم دازوت برو لو نيميرو لي بلو بيتي، واضح؟ باه واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما تجيش تبدا تحسب من هنا غلط راه، واضح؟ باهي كي نشوف روحي اني صحيح ولا غلط نبدا نحسب بالعكس، واحد اثنين ثلاثة أربعة، باش نلقى أنا واحد أقل من أربعة، دونك النيميروتاسيون الفوقانية هي الصحيح، سي كلير؟ دونك شنو اسم الكومبوزي نتاعنا؟ الكومبوزي معناتها البارتي اللاصقة في الأتوم دازوت فيها كات كربون، دونك الراسبون أ بي تان. الاو هذيك نحاها وقلنا ما نكتبوهاش. باهي كيف الكل بالضبط البوزيسيون تاع الان اتش دو وين
هي لازق في الكربون نمرو ان نكتبو ان. واضح؟ بعد زيدو امين. شفت مثلا فيها حد شيء. تعادوا الاكزامبل الاخر عندنا هنا 1 2 3 انهاج 2 في بوزيسيون نمرو 2. واضح؟ هنا عندنا 3 كربون كوريسبون ا بروبان. ديم الاو ما نكتبوهاش. الانهاج 2 في البوزيسيون نمرو 2 وفي الاخر نزيدو امين. سي كلير؟ باه. نشوفو لوتر اكزامبل. عندنا هنا 1 2 3 4 5. نعمل نيميراتاسيون بالعكس 1 2 3 4 5. واضح؟ هنا واش عندنا هنا؟ هذا الجروب فونكسيونيل نتاعنا. واضح؟ باش ما نغلطوش ديما نحددوه. عندنا هنا 2 وهنا 4، دونك 2 اقل من 4، دونك نحن باش ناخذو النيميراتاسيون اللوطانيه اللي هي بالاخر. واضح؟ باهي. عندنا هنا 5 كربون. قبل ما نشوفو 5 كربون اللي هنا عندنا راميفيكاسيون ميتيل في الشان برانسيبال، والانديس نتاعها في بوزيسيون نتاعها نيميرو 3. واضح؟ اش نكتبو؟ نكتبو 3 ميتيل شين كربوني قد شولها فيها 5 كربون، دونك نكتبو بنتان 5 كربون كوريسبون ا بنتان. لو ما نكتبوهاش البوزيسيون نتاع الان اتش 2 هي البوزيسيون نيميرو 2، دونك نزيدو هنا 2 وفي الاخر اش نزيدو؟ نزيدو امين. واضح؟ باه. نتعادل الاكزامبل الاخراني. عندنا هنا 1 2 3 4. ثم شكون جا وشفتنا شكون جا؟ مثلا جا عمل النيميراتاسيون بالطريقة هذي 1 2 3 4 5. دونك انت اللي هنا ما عملتش نيميراتاسيون للكربون ديجا لاصق في الانهاج 2، دونك غلط. ديما الكربون اللاصق في الانهاج 2 يلزمه نعطو نيميرو. واضح؟ دونك هنا 1 2 3 4. هنا واش عندنا؟ هنا عندنا راميفيكاسيون اللي هو اسمه ليتيل. واضح؟ اش نكتب هنا؟ عندنا هنا راميفيكاسيون في البوزيسيون نيميرو 2، وعندنا هنا الشان برينسيبال فيها 4 كربون، دونك نكتب هنا في البوزيسيون 2 عندنا راميفيكاسيون اسمها ايتيل، طول الشان نتاعنا فيها 4 كربون دونك كوريسبون ابيتان. الاوغن ما نكتبوهاش. الان هاج 2 في البوزيسيون نيميرو 1 امين. دونك هذه الراميفيكاسيون، هذه معناتها الشان برينسيبال فيه 4 كربون، هذه البوزيسيون تاع الان هاج 2، وهذا السي فيكس دي مزيدوه في الاخر. واضح؟ هكا نكونو كملنا الفيديو نتاع اليوم اللي فيه نوموكلاتير دي زامين بريمير. الفيديو الجاي باش تشوفو لي زامين سكوندير اي ترسيه. والسلام.